موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان نحو 25 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها فورا باتجاه شمال نهر الأولي، مؤكدا تصفية مسلحين من حزب الله في اشتباكات وجها لوجه. حزب الله يعلن استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة نتانيا الساحلية وسط إسرائيل وقاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا في الشمال، وخوض اشتباكات عنيفة في عيت الشعب جنوب لبنان. وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يصف قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بأنها عديمة الفائدة، ويتهمها أيضا بعدم توفير الحماية للإسرائيليين من هجمات حزب الله، داعيا إلى سحب قواتها. قصف إسرائيلي يستهدف عائلات فلسطينية محاصرة في مخيم جباليا أثناء محاولتها الوصول لمخازن المؤاني للحصول على الطعام، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين. جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل يعلنان اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران، والتخطيط أيضا لقتل شخصية إسرائيلية بارزة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول إن بلاده وإيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.